رح نتابع محطاتنا وننتقل لعند شيف حسين لحتى يخلص اكيد كل اطباقه المالحه والطبق الحلو كمان اللي صار تقريبا على نهايته ورشه ملح. صباح الخير وتحيه طيبه لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا اربع وصفات، ثلاث وصفات مالح ووصفه حلو، لكن في عنا اول طبق لليوم بلشنا فيه من بداية عالم الصباح اللي هو طبق الحلو، طبعا بسكوي بالحليب، اما عندنا باستا بالهليون والدجاج الطبق الثاني، عندنا دجاج اسيوي، وايضا كمان في عندنا وصفه هي الكفته على الطريقه الليبيه. الكفته على الطريقه الليبيه بتاني فقره من فقرات رشه ملح، حضرت هالوصفه انا وياكم وصار جاهزه عندنا صحن الكفته، بس ولكن مشاهدينا بعد في عندنا الصلصه. بالبداية أنا وياكم خلينا نبلش بطبق الباستا، لأن بدنا نحط الدجاج على النار، بده شوية وقت للدجاج لحتى يستوي. لكن رح بلش أنا بصدورة الدجاج مسحبة للباستا. أوكي. لكن صدر الدجاج مسحب. أيضاً رح جيب كاتن بورد. عندي الرزيت على النار كمان هون مشاهدينا صاروا جاهزين الرزيت، كمان بحطهم على جنب. اوكي بهالوقت بستعين بكمان قلاية. اوكي هاي قلاية على النار، بحط لها زيت زيتون، بحط فيها كمان ثوم، بحط فيها حص ثوم. اوكي لكن الباستا بلشت فيها، حطيت حص ثوم، عندي صدورة الدجاج مسحبة مثل ما خبرتكم بدون جلدة وبدون عظم، كمان بقطعها بهالشكل لكن مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا بلشت بتقطيع بصدورة الدجاج لطبق الباستا بالهليون. انا بهالوقت بدي اذكر كل المشاهدين طبعا اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه في يتواصل معنا عبر رقم الواتساب اللي رح يمرق قدامنا على الشاشه، وانا كل نهار خميس بجاوبكم على كل اسئلتكم، واذا حدا عنده اي فكره او اي طبخه نحن بعد ما حضرناها بعالم الصباح كمان في يبعث لنا ونحن جاهزين لنحضر جميع الوصفات والطبخات. هيدا الدجاج حطينا الدجاج على النار، هون رح استعين انا رح بلش بطبق الثاني كمان، نغير الكفوف، رح بلش بالطبق الاسيوي. الطبق الاسيوي او الدجاج الاسيوي انا شو عملت؟ الدجاج مثل ما خبرتكم بلشت بتقلية الدجاج، حطيت دجاج، حطيت لهم طحين، فلفل اسود وايضا رشة ملح. طيب لكن الباستا اوكي رح ضيف كمان من الهليون، قليهم مع الدجاج، لان باستا بالهليون البني سلقينا وايضا مشاهدينا جاهزة عنا البني، لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بقطع الهليون بقلي الهليون مع الدجاج. اوكي هون رح اجيب فلايفله ملونه، هون بلشت بالفلايفله، لكن رح بلش بالطبق الاسيوي. عندي فلايفله بقطعهم مربعات بهالشكل، ما بدي صغر التقطيعه لكن مثل ما عم نشوف. اوكي بلشت بتقلية الفلايفلة الحمراء، أيضا الفلايفلة طيب كمان الفلايفلة الصفراء ومن الفلايفلة الخضراء.
رح نشيلهم للفليفلة ونرجع نقلي كمان البصلات. لكن في عندي الدجاج تقلى، رح ارجع بلش انا وياكم من اول وجديد. بعد ما نحط الفليفلة ننطر، طبعا نحن هون مشاهدينا الخضار لتتقلى. طيب لكن هيدي الخضرة بالقلاية، عم نقلي الخضار. هون في عندي الدجاج، كمان الدجاج مع الهليون مع حصتون، ناخد نكهة كتير طيبة. بستعين بالفلفل الأسود، بحط رشة فلفل أسود. لكن مشاهدينا اليوم في عنا أربع وصفات، عندي دجاج باستا، باستا بالهليون والدجاج، لكن عنا طبق ثاني دجاج على الطريقة الأسيوية، عنا كفتة على الطريقة الليبية، وأيضا عنا وصفة حلو، وصفة الحلو بسكوي بالحليب. لكن هول وصفاتنا، خلينا نروح نذكر المشاهدين. أول شيء خلينا نحكي على البسكوي بالحليب، نخلص من هالطبق. لكن مشاهدينا بسكوي بالحليب صار جاهز عنا مثل ما شفتوا كيف بأول فقرة. أوكي، لكن رح نشوف مقادير البسكوي بالحليب، وأنا وياكم رح نحكي كمان على البسكوي بالحليب. بسكوي بالحليب أول شيء جبنا خلاط كهربائي، حطيت بالخلاط الكهربائي لكن مشاهدينا زبدة، سكر بودرة، خفقتهم كثير منيح. بهالوقت أنا كنت حاطط على النار من الحليب، حليب بودرة، كمان الحليب بودرة. شو حضرت للحليب بودرة؟ حطيته بطواية، والحليب البودرة خليته ياخذ اللون الذهبي. بس أخذ الحليب البودرة اللون الذهبي حطيته على جنب لحتى يبرد. بعد ما يبرد الحليب البودرة حطيت له بيكنج باودر، خلطتهم مع بعض بالخلاط الكهربائي. كان في عندي زبدة، عندي سكر بودرة، لحتى حصلت على خليط متماسك استعنت بالبيض، اضفت بيض للزبدة ولأيضا للسكر، حطيت فانيل ورجعت خفقت الخليط كله سوا مع بعض. جبت الحليب البودرة، ضفت حليب البودرة فوق الخليط الموجود بالخلاط الكهربائي، خفقتهم مشاهدينا مع بعض مع البيكنج باودر، وايضا ضفت لهم اخر شيء القشطه. القشطه شفنا نحن القشطه بدنا 3 كوب من القشطه. انا حضرت القشطه هون، ما جبتها جاهزه، حطيت حليب، حطيت سميد، حطيت نشا، وايضا ضفت لها كمان شوي من السكر. ما عندنا اي مشكله، او انتم فيكم تحضروا حيلا طريقه من القشطه اللي انا صرت محضرهم بفقرات رشه ملح. لكن هون الدجاج عندي على النار، رح استعين بالكريمة، لكن الباستا رح استعين بالكريمة. بعد ما كنت حاطط توم، حاطط دجاج، حاطط هليون، هلا عم ضيف الكريم فريش لهالطبق. لكن بدي الكريمة تغلي مع الهليون مع الدجاج. البني جاهزة عندي لحتى ضيف البني، طبعا هون مشاهدينا لوصفتنا. لكن هون عندي الفليفلة، أنا رح أجي أضيف البصل كمان فوق الفليفلة، كمان بقطع البصل مربعات مثل ما عم نشوف. بلي أيضا مشاهدينا البصلات، لكن هون نحن مشاهدينا حكينا بالنسبة طبعا لطبق الحلو. أما بالنسبة لطبق الكفتة أو وصفة الكفتة على الطريقة الليبية، الكفتة على الطريقة الليبية جبت لحمة مفرومة ناعمة، حطيت لها بصل مفروم ناعم، حطيت لها ثوم مفروم ناعم، حطينا بقدونس، حطيت كعك مطحون، حطيت فلفل أسود، حطيت ملح، حطيت قرفة، وأيضا حطينا بيض. أوكي، خلطت هالخليط كله سوا مع بعض، عملتهم بشكل بول، لطيتهم بطحين. بعد ما لطيتهم بطحين قليتهم بزيت يكون الزيت كتير حامي، قليتهم وأيضا صاروا جاهزين عندي. اما الصلصة، رح احط بصلة، رح احط رب بندورة، رح احط مي، اغليهن مع بعض، رح اضيف لهم فليفلة حمراء، رشة قرفة، رشة فلفل اسود، بخلي هالخليط هالصلصة كلها تغلي، واخر شيء بضيف لها خل التفاح. بعد ما طفي النار بضيف خل التفاح وبحط هالصلصة على الوجه. لكن الكفتة جاهزة عنا، الصلصة بعدها ما جاهزة. هول وصفتين صرت مخبركن عنهم، لكن الكفتة كمان جاهزة هون لنضيف لها الصلصة.
اما بالنسبه للطبق الاسيوي، الدجاج الاسيوي هون مثل ما عم نشوف نحن مشاهدينا، لكن عندي اوكي، لكن خلينا انا وياكم نشوف الدجاج الاسيوي، المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشه. بهالوقت رح جيب انا كمان قلاية، رح احط بالقلاية ايضا، بدي بلش بالصلصة. اوكي، رح احضر الصلصة. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. طبعا الصلصة هون نحن عم نحكي على صلصة البندورة للكفتة على الطريقة الليبية. اول شيء مثل ما خبرتكم بدي بصل، لكن هيدي المقادير على الشاشه. عندنا من البصل، ضيف البصل لزيت الزيتون، رب البندوره جاهز عندي. هون انا رح جيب الباستا، لكن كمان الباستا رح جيبها، طبعا ضيف باستا للخليط، لكن رح ضيف البني مثل ما عم نشوف بهالشكل. لكن مشاهدينا هيدي البني ضفناها بهالشكل. اوكي، خليها نحركها مع بعض، البني مع الدجاج مع الهليون، نتركها لتغلي غلوة، ونحط لها الجبنة، طبعا جبنة بارميزون، ومنشيل هالطبق من قدمه. هون انا ناطر البصل مع الفلايفلة، لكن مشاهدينا البصل مع الفلايف ناطرون لحتى ياخدوا شوية لون او يتحمروا. رح ارجع احط طنجرة على النار، طنجرة رح احط فيها توم، اعمل قلية توم، وحط خليط الفلايفل الملونة، حط خليط الدجاج، حط الصلصات، حط السكر الأسمر، ونحط كمان الطحين، بس مش هلأ، لأن هلأ بدنا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير، وبنرجع سوا.